في موضوع مهم جدا عشان الساده الصحفيين موجودين، لازم طالما انا موجود لازم نتكلم في الاحتياط الاستراتيجي، عشان مش كل واحد يقعد يسالني الاحتياط الاستراتيجي. الحمد لله ان احنا عندنا احتياط استراتيجي حد ادنى 3.5 شهر، وهقول لكم بالحرف الواحد ايه اللي موجود عندنا في القمح 4.7 احتياطي شهر، يعني استهلاك 4.7، يعني عندنا لغاية نص يناير او الاسبوع الثالث، نتكلم بقى بالتواريخ الثالث. هل معنى كده مش هنستمر نشتري؟ عشان الجماعة بتوع بلومبرج والجماعة بتوع القمح وبتوع اللي بتابعوا البورصة، لا بنستمر كل اسبوع بنعمل مناقصات نتيجة احنا بنستهلك، ولا نسمح ان يقل الحد الادنى عن 4 شهور وبنستهدف 6 شهور. فالحمد لله احنا 4.7.